لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على أهل الذين اصطفى، ثم أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة من تفسير قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وذكرنا أن هذا على ما جرى في سورة لقمان وفي غيرها من سور القرآن من الموازنة الدائمة بين أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، وأن هذه الآية كانت في ذكر إسلام الوجه لله، في ذكر الاستسلام لله عز وجل، في موازنة من يجادل في الله بغيره. ثم عاد إلى ذكر الكفار مرة ثانية، يعني يظل التناوب بين ذكر حال هؤلاء وحال هؤلاء، ولكن في هذه المرة ذكر الكفار بالحيثية مواساة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشتد حزنه على إعراض المعرضين، فقال: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. لهذا سنجد في القرآن يتكرر كثير مواساة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم أن لا يكونوا مؤمنين. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد حزنه على كفر من كفر وإعراض من أعرض، وكان يلوم نفسه صلى الله عليه وسلم ويحزن. وهذه درجة، يعني هناك درجة مطلوبة في هذا الباب بين الإفراط وبين التفريط. يعني يوجد كثير من الناس يعني لا يكاد ينشغل بوجود الكفر، وجود المعاصي، وجود المنكرات، وجود الصد عن سبيل الله ونحو ذلك. وهناك درجة كان يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لله عز وجل، وشدة حبه لنفع الناس، وشدة حبه لهداية الناس، أنه من كثرة استغراقه في متابعة هذا الإعراض وحزنه عليه وماذا عساه أن يفعل تجاهه، أنه يصل إلى درجة أن وكأنه سيهلك نفسه حزنا. فكان دائما المواساة من الله تبارك وتعالى أنه قد أدى ما عليه، وأنه قد فعل ما عليه، وأنه لا ينبغي أن يبلغ به الحزن على حال هؤلاء هذا المبلغ، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يبذل كل جهده في بيان الحق وفي إرشاد الناس إلى الحق. وبالتالي الفائدة التي يأخذها الإنسان من هذا إنه عليه أن إذا وجد الانحراف، سواء كان الانحراف ده الكفر والعياذ بالله، أو كان المعاصي، أو كان مجرد التقصير في طاعات، يعني مثلا التقصير في شيء زي صلاة التراويح في رمضان، لا شك شيء يحزن، يعني ليس واجب، ولكن أنت تعلم إنه هذا موسم يأتي في العام مرة، وإنه غالبا من لا يأخذ نصيبه منه ولا يأخذ حظه من التزود من التقوى في هذا الموسم، فغالبا ما يصير بقية العام أعرج إن لم يكن أكثر من هذا، وغالبا ما يقصر في كثير من الطاعات نحو ذلك. وبالتالي هذا أمر ينبغي أن ينزعج له المسلم، ينزعج إذا هداه الله عز وجل لهذه الشعيرة ووجد تقصير الناس فيها. عليه أن يبحث في الأسباب، ما الذي يشغلهم، وأن يبحث في هل هو أخذ بالأسباب من جهتي، هل رغب الناس في هذه الصلاة، هل دعا إليها جيران، هل دعا إليها أصدقاء. يعني بطبيعة الحال له هذه الصورة تحدثت عن لهو الحديث وكذا، عموما بيفرض نفسه، يعني في الصباح الناس يتقابلون في أعمالهم وفي غير ذلك، وبدون قصد حتى يحدث بعضهم بعضا
عن ما كان في ليلة الأمس من مسلسلات ومشاهد وما كان في مباريات الأمس وما كان وما كان وما كان. وهذا في حد ذاته دعوة يعني ضمنية، إنه الذي فاته شيء من هذا يندم عليه ويتحصر عليه أو يتشوق إليه. فهل يعني هناك في المقابل من يقول للناس يعني هذه ليالي من عشر من ضمنها ليلة هي خير من ألف شهر، ترى إذا فاتت منك ليلة ألا يحتمل أن تكون هذه ليلة القدر، ترى ماذا يمكن أن يعوضك عنها إلى غير ذلك. فالمطلوب أن الإنسان ينزعج إذا وجد نقصان في الطاعة، الأثر عن الصديق رضي الله عنه وينقص الدين وأنا حي، يعني هذا النوع لابد أن يتألم كل إنسان إذا وجد نقص في الدين وهو يستطيع أن يفعل شيء أي شيء كان في محاولة. طبعا الدين ذاته لا ينقص، الذي ينقص عمل الناس به، إلا فالدين يعني أكمله الله وأتم. المقصود هنا أنه ينقص وجود الدين في الناس. فالمطلوب الحزن أو الانزعاج الذي لا يصل إلى درجة الحزن، المطلوب الاهتمام الذي يحفز كل واحد أن يراجع نفسه على صعيد هل بذل الجهد المناسب أم لا، وهل بذله في الاتجاه الصحيح أم لا. لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير، فكان من جهد أنه أخذ أنه عندما يدعو الناس فكانت دعوته على أكمل ما تكون من الصفات. خاطبه ربه عز وجل بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج أن يسأل نفسه هذا السؤال، هل هو أدى الدعوة بأقصى ما يستطيع أم لا؟ وإذا كان يؤدي جهد في هذا الباب، هل يؤدي في الاتجاه الصحيح أم أن بعض جهده فيه تنفير، أو أن بعض جهده في الاتجاه غير الصحيح؟ فإذا وجد هذا وذاك يسلي نفسه، يعني حينئذ إذا وجد أنه هو أو راجع نفسه في هذه الأبواب وسد الخلل في نفسه من جهة ما يبذله من جهد ومن جهة طريقة بذل ذلك الجهد، يسلي نفسه حينئذ بأنك لا تهدي من أحببت، وأن الله عز وجل قدر للبعض أن يكون كذلك. سواء برضو كما ذكرنا الأمور من يعني كل هذا ينطبق على الضلال البين الذي هو الكفر والعياذ بالله، وينطبق على درجات التقصير المتفاوتة بين المسلمين، سواء التقصير الفاحش جدا الذي يعني تقصير في أركان الإسلام كالتقصير في أداء الصلاة أو حتى التقصير في صوم رمضان أو نحو ذلك، إلى شتى أنواع التقصير التي يمكن أن يبتلى بها المسلم. ولذا بعدما ذكر الله عز وجل حال المشركين من المجادلة في الله بغير علم، ثم ذكر أن العروة الوثقى التي لا تنقطع، وعاقبة الأمور الذي يأمن عاقبة الأمور أنها تؤول إلى ما يحب، هو الذي يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يعني ذكرنا أنه كأنه إشارة إلى الباطن والظاهر، استسلام القلب وانقياد الجوارح لله تبارك وتعالى، ومن كفر فلا يحزنك كفره. يقول الشيخ البزالي: أي أسلم وجهك لربك وفوض أمرك إليه متوكلا عليه، ومن كفر من الناس فلا يحزنك كفره، أي فلا تكترث به ولا تحزن عليه، إلينا مرجعه. يعني في ذكر من يسلم وجهه إلى الله قال: وإلى الله عاقبة الأمور. وفي ذكر هؤلاء قال: إلينا مرجعهم، مرجع هؤلاء وهؤلاء، مرجع الجميع لله تبارك وتعالى، وكل سيسأل عن نفسه فقط. ولكن هذه تحتاج توضيح أيضا، سيسأل عن نفسه، ومن جملة ما يسأل عنه ماذا فعل تجاه هداية الآخرين، مش ماذا كانت النتيجة، مش ماذا فعلوا هم، ليس هل استجابوا أم لا، هل عملوا أم لا، ولكن هل دعوت أم لا، وهل دعوت بأفضل ما تجد من أساليب أم لا، هل بذلت جهدك أم لا. ثم في النهاية الجميع مرجعه إلى الله تبارك وتعالى،
فأيضا قال إلينا مرجعهم، أي فإن مردهم إلينا بعد موتهم ونشورهم، فننبئهم بما عملوا أي في هذه الدار من سوء وشر ونجزيهم به. إن الله عليم بذات الصدور، يعني هذا الكفر الذي ترى سيحاسبون عليه الله عز وجل يعلمه، بل ويعلم ما هو أخفى من هذا، ما تكنه الصدور، أي عليم بما تكنه وتخفيه من اعتقادات ونيات، وبذلك يكون الحساب دقيقا والجزاء عادلا. ثم قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال نمتعهم قليلا، أي نمهل هؤلاء المشركين فلا نعاجلهم بالعقوبة، فيتمتعون مدة أجلهم وهو متاع قليل، يعني 50 سنة 100 سنة أكثر أقل، الدنيا كلها في الآخرة قليلة، مدة قليلة، فمهما بلغت أجالهم كأفراد أو مهما بلغت فترة علوهم كأمم، الأفراد أعمارهم يعني تتفاوت، طبعا في الأمم السابقة كانت الأعمار تطول، الأعمار يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقصود بها أمة الدعوة، يعني الأعمار البشرية في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حول 60 و70 تزيد قليلا تقل قليلا، أعمار الأمم ربما تقاس بالقرون، يعني أمة تعلو قرن 2 3، وكل هذا حتى لو إن أحد عمر الدنيا بأسرها، أو أن أمة يعني على أمرها طول عمر الدنيا، فهو قليل. ثم نضطرهم بعد موتهم ونشورهم إلى عذاب غليظ، أي نلجئهم إلجاء إلى عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل ولا يطاق، وهو عذاب النار، نعوذ بالله منها ومن كل عمل يؤدي إليه. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات لعودة مرة أخرى لذكر نعم الله وآلائه ومظاهر قدرته في الخلق، وكيف أنها تدل على وحدانيته وعلى صدق رسله صلى الله وسلامه عليه. تناول هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.